مرحبا مشاهدينا، نبدأ معكم اليوم حلقة جديدة من برنامج جريدة ونت من على شاشة العراقية الرياضية. اليوم المشوار فيه الكثير من الأخبار في الصحف المحلية وأخبار السوشيال ميديا وأكيد الأخبار العالمية في الصحف والمواقع أيضا، كل هذا بعد الفاصل. أهلا مشاهدينا، نبدأ جريدة ونت اليوم بقراءة العناوين في الصحف المحلية الصادرة لهذا الصباح. البداية مع الصباح في نسختها الأولى، الزوراء يواصل مطاردته للمتصدر بفوز ثمين على زاخو. كانت هذه النسخة الأولى من الصباح، إلى النسخة الثانية منها. هزائم منتخبنا الأخيرة لم تألفها كرتنا من قبل. محمد غفوري تتويجنا ببطولة العراق للكيكوشينغاي مستحق. خمسة أوسمة نحاسية بالريشة الطائرة في غرب القارة. الشرطة والجيش يحافظان على صدارة ووصافة دوري اليد. إلى الصباح في النسخة الثالثة، حسن أحمد راضي عن أداء الكرخ والتشكيل سيشهد تعاقدات جديدة. لاعبو الصقور، الفوز على الكهرباء عادنا للمنافسة مجددا. اختتام نهائيات البطولة العربية بالمبارزة في السليمانية. أيضا قراءة العناوين ولازلنا مع الصباح في النسخة الأخيرة، وهذه المرة العناوين عالمية. قرعة ثم نهائي التشامبيونز ليج على موعد مع مواجهات ثقيلة. قطر تخسر جهود بيدرو أمام الجزائر. سيكسرز يرجع وصول كوري إلى رقم قياسي. انتهت الصباح، ننتقل إلى صحيفة محلية أخرى مشاهدينا وهي المدى. في المدى جاء أولا، الشبيبي الأولمبية الوطنية لم تمتثل إلى القانون وعلى الحكومة معاقبتها ماليا. مشروع الميناء يعرق الخليجي البصرة. عودة وفد المواي تاي مكللا بميداليتين عالميتين. حمد والنشامة يسرقان الأضواء في ليلة الفراعنة. إلى صحيفة محلية أخرى مشاهدينا وهي صحيفة الزمان، وفي الملحق الرياضي لها جاء مجموعة من العناوين. فنون التحرير تتجلى في إصدار جديد، والاتحادان العربي والعراقي يباركان. كأس العرب عندما تتخطى كرة القدم التوترات السياسية. جائزة أبوظبي الكبرى غياب مازبين لإصابته بكورونا. أما هنا حسن، تنظيم الحدث العربي يعزز قدرتنا على احتضان البطولات الدولية. وأخيرا أربيل الحمراء وفشل الميناء بعد استئناف الممتاز. كانت هذه الزمان. إلى صحيفة محلية أخرى وهي صحيفة الدستور، وأيضا في الملحق الرياضي. مونديال العرب يكشف أزمة كرتنا. وطني المبارزة يخطف الذهب العربي. الفراعنة يطيحون بالنشامة. عدنان كرة اليد تحتاج إلى الاهتمام. صلاح افتقدنا للخبرة. العندليب يتخطى أربيل بنجاح. الصقور يعبرون الكهرباء بنجاح. والأنيق يتفوق على الصناعة. وشهد قدمنا مباراة هجومية. وهنا الكرخ والميناء يتقاسمان النقاط. وأخيرا الديوانية والقاسم حبايب. إلى الدستور أيضا لكن في النسخة الثانية مشاهدينا. مونديال العرب يكشف النقاب عن أزمة كرتنا. أيضا الطلبة يواصل انتصاراته، ونفط الوسط يكتسح أربيل. يد الشرطة تقبض على صدارة الزوري. والجوية يتغلب على الكهرباء. وأخيرا وطني المبارزة يحقق ذهبيته الأولى، والكويت تواصل سطوتها على نتائج الرجال.
انتهت معنا الدستور، ننتقل إلى صحيفة الحقيقة مشاهدينا. أيضا مجموعة من العناوين، بدايتها نفط الوسط والجوية والطلبة بالعلامة الكاملة، الميناء والكرخ حبايب والديوانية والقاسم يتقاسمان النقاط، اللجنة الأولمبية تكرم نسوي كرة السلة المصغرة لتفوقه عالميا، وسام المجد يحرز لقب بطولة العراق بجودو المكفوفين، العراق يحقق ذهبيته الأولى والكويت تواصل سطوتها على نتائج الرجال. كانت هذه الحقيقة في النسخة الأولى، إلى النسخة الثانية منها. هذه المرة العناوين عالمية، بايرن يوسع الفارق مع دورتموند بقلب الطاولة على ماينز، قلق في برشلونة من ضم كافاني، وتشيلسي يراقب هدف ليفربول، الجزيري والواقع يبلغان نصف نهائي بطولة النخبة العربية للتنس، وأخيرا صلاح يقود ليفربول لتخطي استون فيلا بشق الأنفس. إلى آخر ما لدينا من الصحف المحلية وآخر العناوين هي للصباح الجديد مشاهدينا. الجوية يتغلب على الكهرباء والطلبة يجتاز الصناعة بالدوري الممتاز، اللجنة الأولمبية تكرم منتخب العراق النسوي لكرة السلة المصغرة، وهنا زيدان إقبال أول عراقي في تاريخ مانشستر يونايتد، والشرطة ينتظر قرارات الانضباط بشأن مباراة أربيل. مشاهدينا الآن نختم قراءة العناوين، لكن نبقى مع الصحف المحلية بعد الفاصل. نعم مشاهدينا، إلى المقالات مباشرة، وأولها معي لصحيفة الزمان. هذا المقال بعنوان خيبة وأمل، لكاتبه الصحفي الرياضي سامر إلياس سعيد. خيبة وأمل، هذا العنوان وتفاصيل المقال مع إسراء. كان الأسبوع الماضي بمباريات منتخب العراق الوطني والناشئين متباينا بين آلام الحسرة والغصة بخروج كلا المنتخبين من منافسات البطولات التي شاركوا فيها، سواء منتخبنا الوطني الذي ترجم مشاركته بمنافسات بطولة كأس العرب الجارية مبارياتها في دولة قطر بأسوأ مشاركة بخروجه من الباب الواسع، وبنتيجة بدت متقاربة للخسارات التي مني بها في الآونة الأخيرة، وبثلاثة أهداف إضافة لمنتخب الناشئين الذي أسعدنا بمباراته الأولى ببطولة غرب آسيا بالفوز الكبير على منتخب لبنان، ليخسر في المباراة الثانية أمام منتخب السعودية المنتخب المضيف، وبثلاثية أيضا ليودع بذلك البطولة بحسرة كبيرة. وفي الحقيقة كانت خيبات الخسارة تلاحق متابعي الكرة العراقية مقابل الضوء الذي أبرقه لاعبنا العراقي المحترف زيدان إقبال، وهو يشارك أول عراقي محترف بدوري أبطال أوروبا من خلال مشاركته لفريقه في مباراته ضمن هذه البطولة القارية المميزة، بالمباراة التي جمعت النادي الإنجليزي بمنافسي فريق يونغ بويز في نهاية الأسبوع الماضي. وهذا الأمل الذي رسخه زيدان في تلك المباراة انتصر على بعض الخيبة التي شعر بها متابعو الكرة العراقية بتوالي الخسائر وتوديع هذه المنتخبات للبطولات من دور المجموعات دون أن تسنح لهم الفرصة بمواصلة المشوار وتحقيق بعض النتائج الجيدة التي حرمنا منها طيلة الفترة السابقة. منتخبنا الوطني الذي دخل المباراة الحاسمة ضد المنتخب القطري بشعار الفوز كان له أن يحقق هذا الخيار بالتركيز وعدم التسرع وعدم الارتباك أمام المرمى، بدليل تسيده لأغلب دقائق الشوط الأول
دون إحراز الفاعلية المطلوبة، بغض النظر أن المدرب فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري أشرك نخبة من اللاعبين البدلاء، وارتاع عدم الزج بالأسماء المهمة في المنتخب والتي كان لها أن تنعطف بوتيرة المباراة في الدقائق العشر الأخيرة. نعم مشاهدينا، نبقى مع المقالات وننتقل إلى المقال الآخر. هذا المقال في صحيفة المدى وبعنوان صورة كرتنا قاتمة لكاتبه الصحفي الرياضي رعد العراقي. نسمع إسراء مجددا وتفاصيل هذا المقال. خسارة منتخب الناشئين في بطولة غرب آسيا أمام المنتخب السعودي بثلاثة أهداف لخصت بشكل صريح وواضح أصل المعضلة التي تمر بها كرة القدم العراقية، وعكست بتناغم غير مسبوق المستوى الفني الذي ظهر عليه المنتخب الوطني في الآونة الأخيرة وتقبله الهزام وبالثلاثة أيضا. ليست تلك مصادفة وإنما هي حصادا لما زرعناه سابقا من أسلوب فني عقيم وتنشئة خاطئة لجيل كروي تلاعبت به أهواء الكوادر التدريبية واجتهادات إدارية وقصر نظر في التخطيط. لنراجع ما تطرقنا إليه بشيء من التفصيل ونستعرض هذا الملف الشائك. فمشكلة المنتخب الوطني تتمثل بضعف أداء لاعبيه وافتقاد أغلبهم إلى أسس فنية وبدنية صحيحة، مع ضعف كبير بالجانب الفكري والنفسي، وهي عوامل يتفق الجميع على إنها لا يمكن أن تمنح أو تصقل في مراحل عمرية متقدمة، وإنما يجري تلقينها وزرعها منذ الصغر بمناهج علمية وجرعات تدريبية خاصة من قبل كوادر تدريبية متخصصة لديها القدرة على التعامل مع تلك الفئات بطريقة التربية والتعليم. ولأن هذا الجانب المهم والحساس لم تقف عنده كل الاتحادات السابقة بعد أن أصرت بشكل غريب على إسناد مهمة قيادة المنتخبات العمرية إلى مدربين لا يمتلكون الخبرة والدراية، بل واعتبرت أو اعتبرت تلك الفئات محطة تعلم وتدريب واكتساب خبرة للكوادر التدريبية وليس العكس، سببت في لجوء الكثير من تلك الكوادر إلى محاولة إثبات قدرتها عبر استقطاب لاعبين وبأعمار كبيرة والتغاضي عن التلاعب بالأوراق الثبوتية لهم وتحقيق نتائج خارجية تتستر على ضعف فكرهم التدريبي وتمنحهم صك التميز والشهرة على حساب إعداد لاعبين وفقا لأسس فنية متطورة يكون نتاجه بالتأكيد قصر عمر اللاعب في الملاعب ومحدودية قدرته الفنية. شكرا للزميلة إسراء على قراءة المقالات. مشاهدينا الآن نستمر معكم بجريدة ونت. ننتقل الآن إلى أخبار السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وأغلبها أخبار محلية. نبدأها بالاتحاد العراقي لكرة القدم، الصفحة الرسمية لهم نشروا. أكد المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد أن مدرب المنتخب بيتروفيتش لم يستبعد أي لاعب عن القائمة الدولية التي شاركت في كأس العرب. وأشار عماد إلى أن المدرب لم يشر لغاية الآن إلى مسألة استبعاد أي لاعب، وأنه ينظر بعين الاعتبار إلى عطاء اللاعب من خلال متابعته لمباريات الدوري المحلي، إضافة إلى مراقبة مستويات اللاعبين المحترفين أيضا. وفي ضوئها ستحدد القائمة الجديدة للمباريات المتبقية من التصفية المؤهلة لكأس العالم 22 التي ستعلن حصرا عبر موقع الاتحاد العراقي لكرة القدم. انتهى هنا البوست. ننتقل إلى آخر. شبكة فيفا سبورت بصورة مزدوجة لاعبا المنتخب العراقي اللذان شاركا في بطولة كأس العرب حسن عبد الكريم قوقية وأحمد فرحان على رادار الأندية القطرية في الانتقالات الشتوية.
من شبكة فيفا سبورت إلى معرض الكرة العراقية، هذه المرة بشيء ملفت. اليوم في أو أمس في مباراة أمانة بغداد ونوروز ضمن دوري الكرة الممتاز، تم الاستعانة بطاسة من أجل تثبيت الكرة قبل انطلاق اللقاء. إلى نادي الشرطة العراقي أيضا نشروا مجموعة من الصور وكتبوا عليها ثنائية تعزيز الصدارة. إلى بوست آخر هذه المرة لموقع المحترفين، نشروا مهاجم الزوراء الجزائري لهواري طويل 11 مباراة في الدوري العراقي 8 أهداف تمريرتي هدف، هل هو أفضل محترفي الدوري العراقي مع علامة استفهام؟ شبكة الكرة العراقية أيضا نشرت هذا البوست. مشاهدينا، إدارة نادي أربيل تقرر إقالة التونسي طارق جرايا من تدريب الفريق. كان هذا البوست لشبكة الكرة العراقية. إلى صدى الكرة العراقية مشاهدينا، أيضا ضمن أخبار السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي جاء هذا البوست لصدى الكرة العراقية. محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري صرف مبلغ 75 ألف دولار لنادي النجف من أجل تمشية أمور فريق كرة القدم، فيما سيتم صرف 75 ألف دولار أخرى للنادي من قبل المحافظ نهاية الشهر الحالي، مما يبشر بعودة اللاعبين لوضعهم الطبيعي بعد معاناة كبيرة من الضائقة المادية. من صدى الكرة العراقية إلى نادي القوى الجوية مشاهدينا، أيضا جاء هذا البوست لهم، وهذه المرة البوست هو تنويه. قرر الكادر التدريبي لفريق القوى الجوية للناشئين بقيادة الكابتن جاسم سوادي إغلاق باب الاختبارات والتي جرت خلال الفترة الماضية بعد اكتمال صفوف الفريق الذي يصعد لمنافسات الموسم الجديد. من نادي القوى الجوية إلى بوست آخر لمعرض كرة السلة العراقية، هذه المرة ببوست خاص. معرض كرة السلة العراقية نشر مهمتي لا تخلو من الصعوبة لقيادة فريق بهذا الاسم، خصوصا أنه قد حصد المركز الثالث في الموسم الماضي. هذا ما تحدث به شيرزاد محمد في أول ظهور له بعد توليه تدريب فريق الحشد الشعبي، وأيضا قال أنا جاهز لقيادة الفريق نحو منصات التتويج، وهذا لن يأتي إلا بتضافر جهود الجميع وتكاتف اللاعبين معي لنقدم شيئا بسيطا لهذا النادي الذي لم يبخل على اللاعبين بشيء. وأخيرا قال مع احترامي لجميع فرق الدوري سيكون الحشد هو المنافس على المركزين الأول والثاني، وهذا نابع من ثقتي بنفسي وباللاعبين، ولن يكون من المستحيل مزاحمة فريق النفط على لقب الدوري. نعم، معرض كرة السلة انتهى إلى نادي أمانة بغداد. أيضا نشر هذا البوست الفريق أمانة بغداد يتوج بطل لأندية العراق للمصارعة، وأيضا توج الفريق بالمصارعة الحرة بلقب بطولة أندية العراق للشباب التي اختتمت منافساتها الأحد في قاعة ملعب الشعب الدولي. من نادي أمانة بغداد إلى آخر ما لدينا في أخبار السوشيال ميديا هو نادي الصناعة الرياضي نشر هذا البوست.
إدارة نادي الصناعة الرياضي تحتفي بأبطال النادي بلعبة كرة الطاولة بعد الحصول على المركز الثاني في منافسات الدوري العراقي الممتاز التي اختتمت مؤخرا بحضور أمين سر النادي فالح موسى ومشرفة الفريق هناء جبار. انتهى هنا البوست وانتهت كل أخبار السوشيال ميديا المحلية تحديدا مشاهدينا. ننتقل الآن إلى المحطة العالمية وكل الأخبار هناك بعد الفاصل. نعم مشاهدينا، نبدأ بصحيفة ذا صن، هي الصحيفة الأولى العالمية معنا، وجاء فيها: في كوفيد 19 مانشستر يونايتد يعاني من تفشي الفريق مع مواجهات برينتون فورد تحت التهديد بالإقصاء. بعد صحيفة ذا صن إلى موقع، وهو موقع كوريا أونلاين ميرور. مانشستر يونايتد بدأ المفاوضات لتعيين تين هاج مدربا للفريق الموسم القادم. بعد هذا الموقع كرة أونلاين ننتقل إلى صحيفة، وهي صحيفة ليكيب أو لجازيتا ديلا سبورت، أيضا نشرت: إمبولي يا لها من مباراة خاطفة 1-0 ضد نابولي بهدف من كوتروني في الشوط الثاني. إلى الصحيفة الفرنسية ليكيب وجاء فيها أيضا: بير لسكوني رئيس ميلان السابق ورئيس وزراء إيطاليا السابق يتحدث عن إبراهيموفيتش، وعذرا نتحدث الآن عن إبراهيموفيتش. إبراهيموفيتش أو زلاتان إبراهيموفيتش كان بطل عظيم، سجل 505 هدف في 41 مباراة، لعب متوسط هدف في المباراة واستثنائي. لقد أعدت زيارة هذا الصيف وتحدثنا عن أهدافه القائمة، وأيضا تحدث عن المشاريع القادمة لإبراهيموفيتش وأيضا عن نجاحاته الجديدة في كل مجالات حياته التي سيعمل فيها، وهو متأكد أيضا أنه يتبع مجموعة من القواعد الدائمية حتى يكون قادرا على تحقيق كل الإنجازات المخطط لها من قبل إبراهيموفيتش. لازلنا مع العالمية، وموقع جول هو آخر ما لدينا. ارتدى باريس سان جيرمان خط ذهبي خاص ضد موناكو للاحتفال بالفوز السابع ليونيل ميسي بالكرة الذهبية. مشاهدينا الآن وصلنا لختام حلقة اليوم، شكرا لكم على المتابعة، والشكر موصول لكل كادر برنامج وريدة ونات في الكنترول والأوتوميشن وأيضا المصورين داخل الاستوديو. مشاهدينا نذكر بإمكانكم متابعة جريدة ونت وبقية البرامج والنشرات الإخبارية العراقية الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، فيسبوك ويوتيوب وانستغرام أيضا. شكرا للجميع، إلى اللقاء.